بسم الله الرحمن الرحيم. المتشاكلات الجزيئية، ايه هي المتشاكلات الجزيئية؟ ديت عبارة عن مركبات صيغتها الجزيئية واحدة لكنها تختلف في التركيب او توزيع الذرات او المجموعات الذرية طبعا في الفراغ. انا ما اقدرش طبعا ان انا اشرح لك دلوقتي لان التعريف مركب، يعني شامل كل اللي هتدرسه في الجزء اللي انا هشرحه دلوقتي. دوت ممكن يترجع له بعدين هتفهمه، ولكن تشوف الامثلة الاول وبعد كده هوت هتفهم التعريف ده هوت بمنتهى السهولة. شوف كده الجزء اللي بعده، المحتويات اللي احنا هندرسها دلوقتي: متشاكلات السلسلة، المتشاكلات الوظيفية رقم 2، رقم 3 المتشاكلات الموضوعية، رقم 4 المتشاكلات الهندسية، رقم 5 المتشاكلات الضوئية. برضو ما اقدرش اتكلم عليهم لان حاجة جديدة عليك، لكن لما هنشوفها هتلاقيها سهلة جدا جدا جدا. هنبتدي كده هوت. اول حاجة بتشاكل اشباه السلسلة، برضو التعريف، ما بحبش انا التعريفات دي، بحب اخليها اخر حاجة لانك لو فهمت المثال هتقدر تقول التعريف لوحدك، تقدر تتعرف لوحدك. تشاكل اشباه السلسلة ديت مركبات صيغتها الجزيئية واحدة، بس احب كده هوت اتابع هنا هوت، ديت اللي بنقول عليها الصيغة الجزيئية، لكنها تختلف في الصيغة البنائية لسلسلة الهيدروكربون. تعال نشوف، ادي الصيغة الجزيئية ودي الصيغ بنائية، الاتنين دول هم فيهم اربع ذرات كربون وعشر ذرات هيدروجين. الصيغ البنائية اللي قدامك ده هي فيها اربع ذرات كربون وعشر ذرات هيدروجين. نشوف كده هوت على ايدينا اليمين الصيغة اللي موجودة، عد كده عدد ذرات الكربون هتلاقيهم اربعة، عد الهيدروجين اللي حواليهم هتلاقيهم كام؟ هتلاقيهم عشرة. شوف كده على ايديك اليسار نفس الشيء، ولكن اختلفت في التفرع. ها، رحت عامل تفرع في المنتصف، ها، حطيت الاول ثلاث ذرات كربون سي اتش 3 واخرها سي اتش 3، وعشان هطلع من اللي في الوسط تفرع يا كانت وصين سي اتش 2، شلت واحده هيدروجين بقت سي اتش، ادي عندي اصبح سي اتش 3 التفرع اللي هي مجموعه الايه الميثيل. طيب زي ما انت شايف ان المركبين دولت عدد ذرات الكربون قد بعض، لكن في اختلاف بينهم، في اختلاف ان هنا في تفرع اللي على جهة اليمين ما فيهوش تفرع، اللي على جهة اليسار في تفرع. طيب تفتكر كده المركبين دول هم هل هم شبه بعض؟ اطلاقا المركبين مش متشابهين نهائي، لا في الخواص الكيميائية ولا في الخواص الفيزيائية. والسبب اختلاف ايه؟ التوزيع ذرات الكربون. يبقى مرة تانية، الاتنين دول هم مركبات ليهم صيغة جزيئية واحدة اللي احنا شايفينها، لكن مختلفين في الصيغة البنائية لسلسلة الهيدروكربون. يعني لما عملت الصيغة البنائية لقيت ان الشكلين اصبحوا مختلفين، واصبح ده مركب مختلف عن المركب التاني. شوف اللي بعده، التشاكل الموضعي. انا عندي هي الصيغة سي 3 اتش 7 بي ار، يعني هي شكلها كده ما دام موضعي البي ار هتتحط في مكانين مختلفين. طيب نعرفه كده التشكل الموضعي، ديت مركبات صيغتها الجزيئيه واحده، هي زي ما انت شايف الصيغه واحده، لو عديت عدد ذرات الكربون على جهه اليمين والمركب على جهه اليمين والمركب اللي على جهه اليسار هتلاقي الاثنين قد بعض. طيب مركبات صيغتها الجزيئيه واحده لكنها تختلف في موضع اتصال المجموعة الوظيفية،
طيب هما 3 ذرات كربون، عملنا 3 ذرات كربون وحطينا الهيدروجين على الجهتين، ولكن مرة نطلع البروم من جهة اليمين ومرة في المنتصف. طبعا كان أصليا أخذ ذرة تبقى CH3 وهي CH2 عشان إيه تفرع منها البروم، يعني شلت منها واحدة هيدروجين. طيب هنا هوت على جهة اليسار شلت واحدة هيدروجين من اللي في المنتصف عشان أطلع الإيه البروم تفرع. المركبين دولت برضو نفس الشيء، متشابهين في الصيغة الجزيئية، عدد ذرات الكربون والهيدروجين والبروم قد بعض، لكن مختلفين في الموضع ذرة البروم. الموضع ده هو خلاهم برضو مركبين مختلفين عن بعض. نشوف اللي بعده، التشاكل الوظيفي. ده معناه ان المجموعة الوظيفية كاملة هتتغير، ده حاجة غريبة. تعال نشوف مركبات صيغتها الجزيئية واحدة، ادينا شايفين C2H6O، ها ادي الصيغة الجزيئية للمركبين دول هم، لكنها تختلف في المجموعة الوظيفية. ده دلوقتي هتتغير المجموعة الوظيفية. شوف كده على اليمين قدرت اعمل كحول الايثانول اللي هو بيقولوا عليه الخمر، وده على ايدي اليسار ده الايثر، مختلف عن الكحول. معقولة ديت؟ ها يعني عدد ذرات الكربون هنا قد عدد ذرات الكربون هنا، هو جهة اليمين قد جهة اليسار، ها اختلاف المجموعة الوظيفية. ان حطيت الاو في المنتصف وفي المركب اللي على ايديا اليسار وفي المركب اللي على ايديا اليمين، حطيتها على الطرف مع هيدروجين ده اصبح كحول يسكر ودوت ايثر. حاجة غريبة، يعني لما غيرت المجموعة الوظيفية بالرغم من ان التركيب واحد، التركيب هم الاتنين C2H6O، اصبح ده مركب مختلف عن المركب التاني. يبقى نعرف مرة تانية التشاكل الوظيفي، ديت مركبات صيغتها الجزيئية واحدة لكنها تختلف في المجموعة الوظيفية، وبالتالي هتختلف في الخواص الفيزيائية والكيميائية كمان. شوف اللي بعدها، التشاكل الهندسي ده بتاع السيس والترانس، متقابلين ومتضادين. تعال نشوف ايه هو التشاكل الهندسي ده، هو مركبات متشابهة تحتوي على رابطة ثنائية، شرط يكون فيها رابطة ثنائية او تركيب حلقي. مش علينا التركيب الحلقي السنة دي ان شاء الله، لما تطلع الثانوية العامة تبقى تشوفه. طيب ديت مركبات متشابهة شبه بعض برضو، يعني الصيغة بتاعتهم واحدة C2H2Cl2 وفيها رابطة ثنائية. لو وزعنا ادي اهمت على ايديك اليمين في رابطة ثنائية، في نطلع واحدة كلور من فوق واحدة كلور من فوق من جهة اليمين ومن جهة اليسار عشان هما Cl2 والH2، نطلع من جهة اليمين H ومن جهة اليسار H. المركب دوت لو لقيت ذرة الكلور في جهة اليمين وذرة كلور في جهة اليسار ومتقابلين، يعني ميم، المركب دوت من نوع سيس. طيب ادور كده هوت جهة اليسار، اخلي الهيدروجين فوق والكلور تحت، شوف كده الناحية التانية، ها اصبح ترانس، ودوت اللي بنقول عليه التشاكل الهندسي. يبقى التشاكل الهندسي دوت مركبات متشابهة بتحتوي على رابطة ثنائية او تركيب حلقي زي ما انت شايف، صيغة جزيئية واحدة لكن صيغتين بنائيتين مختلفتين، بالرغم من ان عدد ذرات الكربون هنا قد عدد ذرات الكربون في الناحية التانية، الهيدروجين في جهة اليمين قد الهيدروجين اللي في جهة اليسار، لكن اصبح في عندي نوعين منه اللي هو سيس وترانس. التشاكل الضوئي، ايه هو التشاكل الضوئي دوت؟ عبارة عن مركبات عضوية بتحتوي على ذرة كربون غير متناسقة. يعني ايه غير متناسقة؟ يعني ذرة كربون ترتبط بأربعة مجموعات مختلفة. ديت بقى في الحالة ديت بتوجد في صورتين، احدهما تدير الضوء المستقطب جهة اليمين
والأخرى تدير الضوء المسقطب جهة اليسار، وهيبقى المركبين مختلفين عن بعض، يعني واحدة تدوره جهة اليمين واحدة جهة اليسار، ادي اختلافه هو، لكن الدرجة بتبقى واحدة لو دوت 120 والتاني هيبقى 120. طيب بيتشابهوا في بعض الخواص وبيختلفوا في بعض الخواص، زي ادي الضوء المستقطب، واحد البكتيريا تتأثر عليه التاني البكتيريا ولا تقرب منه. شايف اهو، بالرغم من عدد ذرات الكربون واحدة، ده صورة المرآة، الاتنين زي بعض كأنه صورة المراية بتاعته، لكن مختلفين عن بعض. واحد دور الضوء المستقطب جهة اليمين، التاني جهة اليسار، واحد ريحته حلوة، التاني ممكن تكون ريحته مقرفة، واحد البكتيريا تأثر عليه، التاني ممكن البكتيريا ما تقربش منه. تخيل بقى ديت، يبقى مركبات عضوية تحتوي. طب تعالى كده نشوف ذرة الكربون غير المتناسقة، هل هي دي؟ ما أعتقدش، لأن في ضبطة ثنائية هنا. طب هل هي ديت؟ أيوه هي دي. ليه؟ شوف الأربع مجموعات، أدي الرابطة ديت، أدي هيت الرابطة التانية، هيت الرابطة التالتة، هيت الرابعة، هي تمام. كل رابطة من الروابط مرتبطة بمجموعة مختلفة عن التانية، يبقى الذرة اللي أنا مقشر عليها ديت ذرة كربون غير متناسقة. خلاص، طالما إنها غير متناسقة هتتواجد في شكلين، يعني صورة المرآة ليها زي ما احنا شايفين الناحية التانية. ادي واحد اللي على جهة اليمين يدور الضوء المستقطب جهة اليمين، والتاني يدوره جهة اليسار. طيب في جهاز بنقدر نستخدمه لقياس خاصية النشاط الضوئي في المركبات العضوية، الجهاز ده هو بنسميه البولاريميتر. مرة تانية، الجهاز اللي بنستخدمه لقياس خاصية النشاط الضوئي في المركبات العضوية بنسميه جهاز البولاريميتر. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.